العدوان والحصار الجائر يزيدان من تفاقم الوضع الصحي لمرضى الفشل الكلوي بمحافظة الحديدة، نتابع. شريحة من المجتمع ابتلت بمرض الفشل الكلوي مما دفعهم إلى عملية الغسيل بشكل مستمر جراء توقف الكليتين عن عملها بصورة جزئية أو نهائية. ومع ذلك يعد الغسيل الكلوي في حد ذاته مناجاة بغض النظر عما يواجهون من معاناة لا تتوقف بسبب ازدحام المركز وصعوبة تنقل المريض من أجل الحصول على الغسلات الكلوية. الفقر العائق الوحيد الذي جعل العديد من أمراض الفشل الكلوي يستسلمون لهذا المرض الفتاك. مديد المرأة أو القرية السريد كمل ما غسلش ليه أقرب أيام درى 5 أيام، لكن نيتين شكل زايتين ما تنجحش السمومات. أنا لي 3 أيام والله من ما أكل ما كلتها رديت عماي تجربتها والله رده. والله المرضى يعانوا من نقص في العلاج، من نقص في الأدوات، من انقطاع الكهرباء أثناء الغسيل واصل إذا ما فيش 5 دقائق إلا وطفوا الكهرباء. الماء أيوة ما فيش، يشتروا بفلوسهم المي، يشتروا بفلوسهم الثلج. في ناس بعدنا في حالة تعبانة مليان ما دخلوش الغسيل لحد الآن، ما دخلنا للبعض البعض، باقي مليان برا بالصالة يشتوا غسيل. ولذلك افتتح القائم بعمل محافظ محافظة الحديدة علي بن علي القوزي ومعه القائم بأعمال أمين عام المجلس المحلي محمد عياش قحيم اليوم مركز الغسيل لمرض الفشل الكلوي بمديرية القناوس. وفي الافتتاح أكد المحافظ أن قيادة المحافظة والمجلس المحلي ستعمل على دعم المركز وتذليل كل الصعاب التي من شأنها التخفيف من معاناة المرضى للحصول على الخدمة المجانية من المركز، حيث وصل تكلفته الإنشائية 100 مليون دولار بتمويل من فاعلي الخير. لمياء الأديمي لقناة اليمن الفضائية محافظة الحديدة.